الإشارات المميز جدا والعصا السحرية اللي حتحرك إن شاء الله وحتحركنا كلنا لمستقبل أكثر إشراق في المجال التكنولوجي. حنشوف مع بعض إن شاء الله. الديوان. نعم، الديوان يمكن حاجة مميزة جدا زمان، ولا زال يعني تكون تجي داخل البيت ويقول لك تفضل على الديوان. دي حاجة مهمة جدا، نتابع التقرير القادم. الديوان ربط جيل اليوم بشيب الآباء والأجداد. لعلك تلحظ معي المشاهد العزيز تلك التجمعات والجلسات الصباحية، إنه منظر مألوف بكل القرى، حيث الديوان أو الخلوة أو الصالون مكان للالتقاء وشرب الشاي والقهوة الصباحية وإكرام الضيف والزائر. تمتد مكانة الديوان في حياتهم ليمثل منتدى اجتماعيا ثقافيا لربط جيل اليوم بشيم الآباء والجدود. اختلاف المسميات لمكان التجمع بالقرى من الضرعة والديوان مرورا بالصالون لدى أهل المدن والحضر لن يطمس معالمه ومبادئه الأساسية التي جمعتنا بشاعري البطانة يوسف البنا ومحمد بابكر الدرويش. هذا اللقاء الذي حمل معاني كثيرة وأفسح مجالا لذاكرة كليهما للتمدد وإفراغ ما بها من ذكريات جعلت الديوان الذي نقيم فيه ساحة للمبارزة. قطعا هي ليست مبارزة بالسيوف، لكنها مبارزة من نوع آخر، سلاحه الحرف، ميدانه البادية الخضراء. وين يا البري دود كيد اللي بيفرق نار همومي وشري، عصفت العبوس فارس العجاج هفض الرساب العرض وافر وحاشا مومي تعري، دفع البدان التيه بقونه عشنق فوق ضيفان وطربانا بتيتل شنق، فارس الدنجيل الندل ضحي واتخنق روى العطشان في عصر التري الزنق. تمتد قيم الديوان الاجتماعية لتطال هؤلاء الصغار وهم يعبرون عن فرحهم بقدومنا وآخرين لقريتهم غرسا لقيم استقبال الضيف بالبشر والترحاب، وتطبيقا عمليا للمثل السوداني الذي يقول عيب الزاد ولا عيب سيده. الحياة الاجتماعية خارج الديوان وإيقاع العصر المتسارع تبعته مصطلحات يرى البعض أنها كادت أن تغير المفاهيم لو لم يتم تداركها، بترغيب الشباب بالجلوس مع الكبار بالضرى في محاولة للملمة ما تبقى من أعراف وتقاليد سودانية. يا أخواننا الشباب خسرت خلاص، ما سألته ما فيت في أمر، خليته كان سألته بتسمح في الطريق، أنا شباب قابلته شتت هتلاحس وحاشتونا جت طولته على ذلك شريهان، ما خلوا حبة موية ظهرت مخرات الشيكسي ولا قوية المشاش طفح ولوش تقول كوكويا عادي، الود يقول لي حبيبتي يا تشيكسويا. ناس رندوا لنا جابا كلاما شين، كيفك يا نهو يا فردق ومشتاقين، والاولاد كمان قلبوا الحكايه رطين، بدل هو ابوي يقول لك الجلكين المعجون الفرج بدل عراك والشاو نسوا، قلت يا حبيبي قول لنا مباشر شرب غاو سلاما غيرنا في سبيل الله كيفك وهاوي ساعه الوداع زول يقول لك تشاو. الساعات التي يقضيها المجتمعون بالضرع هي محاضرة عن الخلق السوداني ومدرسة لتهذيب النفوس وواحة للاسترواح والتذكر لماض يصفونه بالجميل. الحياة بالريف تمثل عالما خاصا وواقعا قد يبدو غريبا لدى البعض، ولكن كما يقول الكثيرون منبعا لجمال النفوس وتهذيب الأرواح بغرس قيم تربوية تعين هؤلاء في حياتهم حينما يصيرون رجالا تستمر عبرهم دورة الحياة في صورة فواحة نضاحة.